ينضم الينا من اسطنبول الاستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي العراقي. استاذ نظير مرحبا بكم. عمليه استكمال التشكيله الحكوميه في العراق لا تزال تواجه عقبات متعدده. لماذا اخذ تشكيل الحكومه كل هذا الوقت مع ان كل الاطراف كانت تقول ان عبد المهدي هو مرشح توافقي؟ استاذ نظير هل تسمعني؟ نعم تفضل. إذا هناك مشكلة في الصوت، أستاذ نظير تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك الآن. نعم. يعني لماذا أخذ تشكيل الحكومة كل هذا الوقت؟ يعني ليس مستغربا أخي الكريم، يعني هذه الحكومة هي ناتجة عن عملية انتخابية مزورة بشهادة الجميع، وأفرزت هذه الشخصيات التي كان كل همها الوصول الى المناصب للاستفاده من يعني الواردات الماديه لها، والا لماذا هذا الاقتتال على وزارات معينه بحد ذاتها دون ذكر وزارات اخرى التي لا تكون لها يعني مردود مادي كبير؟ اضف الى ذلك ان يعني المشكله الان التي تدور حولها بالذات بين كتله سائرون التابعه للصدر وكتلة الفتح اللي تابعة لهذا العامري حول منصب وزارة الداخلية. هذا المنصب يعني من الأهمية بمكان، بحيث أن صالح الفياض إذا تمكن من يعني الحصول على هذه الوزارة، بمعنى أنه سيرهن البلد وأمن بيد دولة جارة إيران، وهذا يعني أحد الأسباب الخطيرة التي تجعل هناك يكون تنافس كبير ما بين الكتل حول هذا المنصب. نعم، في نفس الإطار، إلى أي مدى دفع يعني عبد المهدي ثمنا لهذه التوافقية أو التنازلات إن صح التعبير بفقدانه سمعته، لا سيما أنه طرح فكرة النافذة الإلكترونية؟ يعني عادل عبد المهدي قد تم تعريفه بشكل كامل، يعني أين ذهبت ادعاءاته بأنه سيشكل حكومة غير حزبية وحكومة بعيدة عن المحافظات، بينما واقع الحال أن 14 وزيرا السابقين كانوا كثير منهم حزبيين ووفقا للمحافظة، والوزراء الثمانية الآن هو يخضع لإرادات الكتل السياسية في موضوع المحاصصة. أما في موضوع أن يقال أن يعني هذا يؤثر على سمعته، ومتى كانت سمعة هذا الرجل هي جيدة قياسا لتاريخه؟ هذا الرجل هو أصلا كان يعني منتمي لأحد يعني التيارات السياسية التي تعمل في العراق، وكان له دور كما دور باقي السياسيين. فهذا الكلام يعني بعيد عن يعني الواقع. نعم. زيارة سليماني المتكررة للعراق للضغط على توليه أو على تولية فالح الفياض، إلى أي مدى وصل الضعف الأمريكي إن صح التعبير إلى هذا الحد الذي يدفع واشنطن للقبول بقائد ميليشيا على رأس وزارة الداخلية في العراق؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ نعم، لا اعتقد ان يعني ان الولايات المتحده هي بعيده عن الاحداث، بل هي تراقب يعني ما يحدث. صحيح ان نتائج الانتخابات و يعني تسنم يعني رئاسه البرلمان ورئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء على غير ما كانت تهوى الولايات المتحده، وتعتبر الجوله خاسره بالنسبه لها امام ايران، لكن هي ما زالت لحد الآن تراقب الوضع عن كثب، وكما تبدو الآن العملية السياسية هي سائرة إلى أفق مسدود، بل الآن ربما الولايات المتحدة تفكر بالخيارات لما بعد فشل تشكيل الحكومة العراقية، وهناك يعني الباب مفتوحة لسيناريوهات كبيرة ومرعبة. يعني اليوم خبر قبل أقل من ساعة ظهر على شاشة التلفزيون يقول ان امر قاطع الشعله في بغداد التابع لسرايا السلام قد تم اغتياله، بما معنى ان يعني هذه الخلافات التي تحدث في البرلمان بين الكتل السياسيه سوف تنتقل الى الشارع. وانت تعرف اخي الكريم
ان الجميع لديهم ميليشيات مسلحه وباحدث الاسلحه، ولربما ستحاول يعني الولايات المتحده او ايران دعم اطرافها ويعني الذين يمتلكون نفوذ عليهم لخوض معركه لا يكون فيها الخاسر سوى في الشعب العراقي. نحن امام سيناريوهات يعني حقيقه مرعبه في ظل هذا التنافس السياسي الغير شريف. ماذا عن يعني كيف تنظر كما وصفت ايضا يعني الشارع الشعبي في العراق يعني لا يقبل بحكومه منقاده لايران؟ ماذا عن الدعوات الرافضه لتظاهرات شعبيه رافضه للاملاءات الايرانيه؟ الى اي مدى ممكن ان تصل يعني سقوف هذه التظاهرات او الحدود القصوى، كيف تنظر اليها لهذه التظاهرات؟ يعني انا في هذا الشأن استشهد براي احد النواب الذي صرح يوم البارحه وقال ان يعني تشكيل الحكومه وحسم هذا الملف سوف لن يعني يفضي الى شيء بسبب انه لا يوجد ضغط حقيقي الان من قبل الشعب العراقي. التظاهرات لحد الان يعني الموجه الثانيه من التظاهرات التي نشهدها هذه الايام يعني في البصره والان انتقلت الى بغداد ما زالت لم تصل الى الدرجه القويه بحيث ان تشكل ضغطا كبيرا على هؤلاء السياسيين، وهم منفردين يعني بمصير العراق هؤلاء السياسيين. ما يتوجب على الشعب العراقي ان يزيد من حراكه ويزيد من ضغط على هؤلاء السياسيين لوصول الى مرحله حسم، اما ان يتنحون ويسقط الشعب هذه الحكومه وهذا النظام السياسي الفاسد، واما ان يصلوا الى يعني حل حقيقي يخدم المواطن. يعني هم يتصارعون في قاعه البرلمان بينما الشعب العراقي في شماله وجنوبه ووسطه يعاني من يعني انقطاع الخدمات ويعاني اشد المعاناه من كل الخدمات المترديه في البلد. اما ما يجري استاذ نظير، هل تؤمن فعليا ان تتجه ربما يعني الى اي مدى تعتقد ان تتجه ربما الكتل الى سحب الثقه من عادل عبد المهدي بالتالي العوده للمربع الاول؟ ربما اخي الكريم يعني لن نصل الى مرحله ان البرلمان العراقي يسحب ثقته من عادل عبد المهدي، بل انا ما اتوقع ان عادل عبد المهدي نفسه هو سيقدم استقالته قبل ان يكمل حكومته، ذلك لان يعني شخصيه عادل عبد المهدي هي ليست شخصيه مواجهه ولا يمتلك الشجاعه لفرض الوزراء الذين يشكلون حكومته، بحيث ان جلسه اليوم التي كان مقرر استئناف موضوع يعني كسب ثقه الوزراء لم يحضرها وقال لن احضر البرلمان حتى تتفق الكتل، وبالتالي يعني ليست له اراده. واتوقع انه في الايام القريبه ربما عادل عبد المهدي سيقدم استقالته وترجع الامور الى المربع الاول والحديث عن الكتله الاكبر والكتله الاصغر وندخل في هذه الدوامه من جديد. شكرا استاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي.